نفى دكتور أشرف العربي وزير التخطيط ما تردد عن تراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن القانون لن يطبق على الأطباء والمعلمين والعاملين بالنقل العام. وكشف العربي في تصريحات خاصة لأكسترا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال أيام، مشددا على أن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ليست مستثنيين أو مستثنتين من قانون الخدمة المدنية. قانون الخدمة المدنية قانون مهم جدا، احنا فخورين جدا ان احنا الحمد لله انتهينا من هذا القانون وصدر بالفعل في مارس 2015، وده انا بعتبره وكل زملائي بيعتبروه انه واحد من اهم انجازات الحكومة ان صدر هذا القانون الجديد. القانون اهميته يضع اطار تشريعي لاصلاح اداري حقيقي في مصر خلال السنوات القادمة. عندنا خطة اصلاح واضحة ومعلنة ومعتمدة من مجلس الوزراء منذ اغسطس الماضي، احنا بننفذ ده. نجحنا في اصدار القانون الحمد لله، اللائحه التنفيذيه بتاعته تم الانتهاء منها بالفعل وتم مراجعتها وانتهاء منها في قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدوله، وان شاء الله بيصدر بها خلال الايام القليله القادمه قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء. مع احترامي لكل الفئات اللي بتعترض على هذا القانون، في بعض المغالطات اللي يهمني ان انا اوضحها الحقيقه، ان في بعض فئات زي مثلا الاطباء المعلمين اللي يقول لك هيئة النقل العام، الأطباء والمعلمين أساسا ليهم كادر خاص وليهم قانونهم الخاص. المعلمين زي ما كلنا عارفين معروف كادر المعلمين قانون 155 لسنة 2007 ليهم النظام بتاعهم وهو ده اللي معمول بيه، ولم يخاطبهم أساسا قانون الخدمة المدنية. نفس الشيء بالنسبة للأطباء، نفس الشيء بالنسبة